مشاهدي الكرام، أرحب بكم في هذا اللقاء والذي لم أكن مخططا له من قبل، وهو لقاء يخص الرد أو توضيح مهم بخصوص تصريح لي أخذه البعض من سياقه من لقاء كان لي مع الأستاذ أيمن عجمي والأستاذ حامد عبد الصمد في الأسبوع الماضي. وكان هذا اللقاء بمثابة لقاء يعبر فيه واحد ترك الإسلام وصار مسيحيا، وآخر ترك الإسلام وهو يعني لم يختر دينا. واللقاء هو عبارة عن تساؤلات: أين وجد كل واحد راحته ولماذا؟ وفي أخذ ورد مؤاخذاتي على اللادينية والإلحاد ومؤاخذات الأستاذ حامد عبد الصمد على الأديان عموما والمسيحية خاصة. فأثناء هذا الكلام، في مقطع في أواخر اللقاء أخذه بعض المسيحيين من الذين ينتمون إلى تيار يشجع بعض المذاهب التي لا يتبناها المسيحيون عامة، وأخص بالذكر المشجعون لتيار ما يسمى بالصوفية المسيحية، وهم أتباع المنشد الصوفي ماهر فايز، والذي كان مرنما مسيحيا مشهورا لكن تمت مقاطعته من أغلب المنابر المسيحية بسبب تبنيه لأفكار شاذة. وهذا كان هو سبب خلافي مع قناة الحياة وتركها في البداية. أنا أتكلم بصراحة، الماضي ماضي، الآن مر على الأمر 4 سنوات، لا داعي لذكر تفاصيلي. لكن أتباع المنشد الصوفي ماهر والذين يصفقون له ويحومون في فلكه أخذوا هذا المقطع وروجوا له وجعلوه سببا في مهاجمتي، وكأني قلت شيئا يعني خارجا عن المألوف عن المسيحية، وكأنني أقول ما قاله هو منذ 4 سنوات. وفي الحقيقة هذا اتهام باطل لا أساس له من الصحة كما سنرى في هذا اللقاء. هذا اللقاء هو توضيح للمقطع المأخوذ. أنا حينما قمت بالرد وكتبت مقالا على ما يسمى بلاهوت المحبة الحر أو ما يسمى بالصوفية المسيحية، أنا لم أخذ مقطعا من خارج سياقه، ولم أنصت لدقيقة، بل أنصت لعشرات الحلقات، وقرأت 10 مقالات، وقرأت له وشاهدت له تصريحات أخرى وقرأت له. فإذا هي منظومة فكرية لاهوتية متكاملة، وقمت بالرد عليها بناء على هذا الأساس في مقال لي كان لاقى رواجا كثيرا ولا زال يوجد على الموقع. فالذين يريدون أن يصطادوا في الماء العكر أخذوا مقطعا قصيرا جدا لا يتعدى بضع دقائق، وجعلوه كأنه منظور شامل. ليس هكذا نناقش الأفكار اللاهوتية، لا تقطع مقطعا خارج سياقه وتستخدمه ضدي. هذه ليست هي الطريقة التي نناقش بها. بداية سأعرض لكم الجزء الذي هو محل النقاش ومحل اعتراض ومحل الضجة، وثم أعقب عليه، ثم أبدي آراءهم، ثم أظهر الفروقات بيني وبين ما يدعيه أصحاب الصوفية المسيحية وأصحاب لاهوت المحبة الحر، ولماذا أختلف معهم جذريا في هذا الإطار، وهل غيرت رأيي الآن. كل هذه الأسئلة. في الحقيقة لم أكن أريد أن أقوم بهذا اللقاء، لكن الكثيرين من الذين يعرفونني والذين لا يعرفونني بعثوا لي المقطع وقالوا لي من الأحسن أن توضح موقفك بكل وضوح
وبصراحة وبجلاء، وأنا أقوم بهذا من باب هذا الإطار. خلينا نشوف المقطع أولا، المقطع الذي يتحدثون عنه ثم أعلق عليه. نشوف المقطع أولا، خلينا نشوفه. بينما افعلوا بالناس ما تريدون أن يفعلوا بكم، أنا بعتبرها جزء أساسي أو ركينة أو ركيزة أساسية في المسيحية. حتى البعض قال لك دي مأخوذة من بوذا وكده، بس أنا قلت هنا افعلوا بالناس ما تريدون أن يفعلوا بكم، البعض يقول مأخوذة من بوذا، لم أقل أنا الذي أقول هذا الكلام، وسأوضح لماذا قلت البعض يقول مأخوذة من بوذا. ثم نكمل المشاهدة. عمل لها globalization أو صارت أنه خلاص يعني السائدة في الغرب هو المسيحية اللي عمل لها نشر، وأنا ما عنديش إشكال انتقال معلومة من حتة لحتة، أنا ما عنديش إشكال في انتقال معلومة من حتة لحتة، لم أسلم بأن المسيح أخذ هذا من بوذا، لكن قلت أنا في المجمل هذا المبدأ انتقال معلومة من حتة لحتة ليست إشكالا عندي، لكن لا أقر بالضرورة حتى نتجاوز الاعتراض، لأني أعرف أن بعض الملحدين يستخدمون هذا الاعتراض، وأنا أقول for the sake of argument كما يقولون بالإنجليزي، يعني لأجل أن نتجاوز هذا الخلاف أنا ما عنديش إشكالية في أخذ معلومة أو انتقال معلومة من حتة لحتة، يعني ضروري أن نركز على المصطلحات جدا. خلينا نكمل، مفيش أي إشكال فيها ونشرها وتوسعها. فإذا ده بيخليني، وأنا أعطيت مثال واحد عشان أكون يعني جاوبت على في أمثلة كتيرة، زي أنه الإنسان مخلوق على صورة الله، زي أنه الشريعة السبت عمل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت، كل مبادئ بتوري أنه القيمة العليا للإنسان مش للدين. حتى المسيح نفسه يعني أعطى بالنسبة لي كمؤمن مسيح أنه أعطى قيمة للإنسان أكثر من المؤسسة، أكثر من التشريعات. صورة الله زي ما قال عنها حامد، يعني المسيحية بتعلمك أن الله بيضحي من أجل الإنسان مش الإنسان بيضحي من أجل الله. حتى فكرة الخلاص، على فكرة أخوي حامد، أنه رغم أنه المسيحيين بنؤمن بالخلاص من خلال المسيح، لكن ما فيش رغم أن المسيحيين نؤمن بأن الخلاص من خلال المسيح، لكن ما فيش، خلينا نسمع بتحديد ماذا أقول. فكرة الاحتكار بالشكل الذي يقوله المنتقدون للمسيحية، الدارسون للمسيحية بيعرفوا حاجة بنسميها أن الذين لهم بلا ناموس هم ناموس لأنفسهم، يعني الناس اللي ما سمعوش عن المسيحية وما لهمش علاقة بالمسيحية، أنه الله وضع شريعة embedded في قلوبهم زي مع الدي ان اي، بيعرف ايه الصح وايه الغلط وربنا هيحكمه بناء عليها. ده معروف في اللاهوت المسيحي على مر العصور، يعني مش انه حتى لو قلنا الخلاص من خلال المسيح، ده لا يمنع ان الله طرقه اوسع بكتير مما نعتقد، وانه ممكن يتعامل مع الناس بناء على اسس اخرى ويحاكمهم بناء على الناموس الذي وضعه في قلوبهم. دي مجرد افكار. اذا هذا هو المقطع المشار اليه، كما تلاحظون هو لا يتعدى دقيقه واقل من دقيقتين، والخلاف هو لماذا قلت هذا الكلام، وكأنه جديد، وكأنه لم يقل به أي لاهوتي من قبل، وكأنه غير موجود في الكتاب المقدس. على فكرة هذا اعتراض من المسيحيين وليس اعتراضا من المسلمين، حتى أكون دقيقا. دعوني أشرح بداية إيه سبب المشكلة. أنا زمان في 2017 اعترضت على ما يسمى بلاهوت المحبة الحر أو ما يسمى بالصوفية المسيحية. الاعتراض جملة وتفصيلة، يعني في المجمل على الفكرة كلها وفي تفاصيل موجودة فيها. هل هذا يعني أنه ما عندهمش أي فكرة أخرى أتفق معها؟ طبعا موجود أفكار هنا وهناك أتفق معها. مثلا لو المنشد الصوفي ماهر فايز قال إن الله واحد،
هل هذا شيء من الضروري أنا أختلف معه؟ هل حتى تختلف مع منظومة لازم تكون مختلف مع كل نقطة فيها؟ أم هناك نقاط جوهرية للاختلاف؟ ده السؤال الأول. لو قال المرنم أو المنشد الصوفي ماهر فايز أن الكتاب المقدس كلمة الله، هل هذه أنا أختلف معه فيها؟ لا طبعاً. إذا كان الخلاف هو على نقط محددة ذكرتها في مقالي وذكرتها في مناسبات أخرى وسأذكرها هذه المرة حتى يستفيد المعترضون وأوضح أين أخطأوا. شفت أنا من بين المعلقين الدكتور إيهاب الخراط الذي وضع التالي، قال ونحن نقرأ مما قاله على صفحتي على الفيسبوك: تطور مهم ولافت في خطاب الأخ رشيد، وكأنه يعرف خطابي في متابعه من زمان. لا، هو أنت تعرف بعض خطابي، لم تجلس معي وتعرف أفكاري كلها، بل والقس نبيل إبراهيم الذي يبدو راضيا بكلامي، ولا أعرف كيف أن القس إبراهيم راضيا بكلامي ولماذا يدخله، سوى أننا علقنا الاثنان على قضية الصوفية. يقول: يقبل أن هناك حق حتى في البوذية. لم أقل هذا الكلام، أنا قلت لا إشكال عندي في انتقال معلومة من حتة لحتة. الحق في البوذية لم تخرج من فمي، وسأوضح ما الفرق بين الاثنين. يعني لاحظوا أنه يأخذوا كلمة ويترجمونها ويعيدون صياغتها وينسبونها لي. خلينا نكمل: ولا يمانع إن كان المسيح رب المجد قد نقل المعلومات. أنا قلت ليس عندي إشكال في مبدأ انتقال معلومة من حتة لحتة، لم أسلم بهذا الأمر وسأوضح لماذا. ثانيا: يوافق على ما قاله بيلي جراهام. فين جبت أنا سيرة بيلي جراهام؟ أكثر من كرز لبشر في التاريخ أن المسيح يخلص أناس من ديانات وعقائد أخرى بطرق لا نعرفها. بيلي جراهام لم يقل هذا الكلام، وهذا منسوب زورا وأنا لم أذكره. يعني إزاي أوافق عليه؟ لم أذكر لا من قريب ولا من بعيد هذه القضية، ينسبها هكذا لي دون أي دليل. بيلي جراهام يكرز بالخلاص بالمسيح، طرق إيصال هذا الخلاص لا نعرفها كلها، وسأوضح بالتفصيل ما الفرق بين الاثنين. ثم يقول، يستنتج: أرجو أن يكون هذا مقدمة لتصالح مع رجال الله مثل ماهر فايز، قالوا بأفكار أقل جسارة من هذه. يعني ماهر فايز في نظرهم في الصوفية ولاهوت المحبة الحر كان أقل جسارة مني، ولا أدري أين هذه الجسارة. وليس هذا معناه لا عند الأخ رشيد ولا عندي ولا عند ماهر عايز يحطنا في سلة واحدة، ولا بيلي جراهام، أنه يوجد خلاص بأحد غير المسيح، ولا أننا نتوانى عن أن نشهد للنور ونطيع وصيته بالكرازة لأقصى الأرض. لا يا أخي، لست معكم في نفس الكوكبة. حضرتك والمنشد ماهر فايز والدكتور أوسم وصفي دي شلة معروفة بتبني أفكار شاذة عن الكنيسة، لست معكم في هذا التيار على الإطلاق. كل ما شذ تجدهم هم المتصدرون المشهد فيما شذ عن اللاهوت المسيحي، ما عنديش إشكال، لكم الحق في ذلك، لكن لا تجمعوني معكم في نفس التيار. كان هذا رأيي في 2017 ولا زال رأيي اليوم وسيستمر في مستقبلا، لست معكم. خلينا نشوف الدكتور أوسم وصفي أيضا ماذا قال. قال: في أمل، تعليقا على الفيديو بتاعي، في أمل، ما دفعناش الثمن أوانطة. لاحظوا الكلام ولاحظوا كده، يعني هم دفعوا الثمن وفي الأخير
رشيد اعتنق أفكارهم، يعني برافو أنتم إيه الثمن اللي دفعتموه عدا خلق بلبلة وسط الكنيسة، عدا خلق مشاكل بين المسيحيين، لا أعرف ما الثمن الذي دفعتموه. يسمعهم الواحد يقول أنهم ذهبوا لأدغال إفريقيا وكانت الوحوش ستأكلهم، أو هم مسلمون متنصرون في السعودية أعلنوا عائلتهم مسكتهم وكانت حد تقتلهم. إيه الثمن اللي دفعتموه؟ يعني مجرد تساؤلات يعني. ومع ذلك بعثت له تعليقا: سلام لك، بعت لي أحد الأشخاص تعليقا لحضرتك على كلامي بخصوص الذين ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم، وفي التعليق لمحت حضرتك أن كلامي يشبه ما تقوله والمرنم الصوفي ماهر فايز، ولكي أرد أقول لك بأن محاسبة الله للناس بحسب الشريعة المكتوبة في داخلهم إن لم يعرفوا شيئا عن شريعتي الأخرى لا يعني ما تقولونه من وجود حكمة الله حتى داخل الأوثان تحوت بالضبط، ولا يعني أن ديانات الآخرين فيها أيضا طريق الوصول إلى الله. هذه نقرة وتلك أخرى، وتعمد الخلط بين الفكرتين هو نوع من التتويه والتمويه. لم أجد ردا إلا أن قال لي: إذا أردت أن تعرف ما أقول اقرأ وبعت لي رابط فقط. لم يرد على محاولة الخلط بين الفكرتين. في أشخاص بعثوا لي تعليقات كتير، سأقتبس البعض منها. في سيدة أيضا مسيحية، أخت اسمها سارة ميلاد، سنقرأ هذا التعليق منها. اسمحوا لي أتكلم عن الفيديو اللي ظهر فيه رشيد من يومين وحكايته إيه. ده برنامج بيقول واحد اسمه بيقوده واحد اسمه أيمن، جمع بينه واحد لا ديني أو غير مستقر على دين أو ديانة حتى الآن لكنه تارك للإسلام، اسمه حامد عبد الصمد، وبين الأخ رشيد المتنصر. القصة أن زمان الأخ رشيد قال تصريح أن ما تجده في الإسلام والبوذية كالصوفية تشويش بالنسبة له وتشتيت للناس، عشان كده ترك قناة الحياة وقت ما هاجم الآخر أخ ماهر فايز. أنا ما هاجمتش الأخ ماهر فايز، أنا انتقدت فكرته أنها ليست فكرة مسيحية وتعارض المسيحية. في البرنامج ده بقى لأنه في موقع خطاب مع لا دين ودين مختلف. أنا إمتى كنت بخاطب المسيحيين بس؟ أنا دايما في خطاب مع أصحاب دين مختلف. معلش نكمل. اتسع في الحوار وقال بكل وضوح في آخر كلامه: طرق الله أوسع بكتير من طريق المسيح. ده زور، ده تلفيق. أنا قلت طرق الله أوسع بكثير مما نعتقد، ولم أقل من طريق المسيح. ده تزوير لكلام حضرتك. بالرغم من أن الأخ ماهر قال إن إيمانه أن الله بيعرف الناس به بطرق كثيرة، لكن الخلاص لا يكون إلا عن طريق المسيح. لا، ما قالش دي بس، قال أشياء أخرى سأذكركم بها. قال بأن الله يضع حكمته حتى في الأوتان، ودي اللي ما بتحبوش تذكروها وأنا سأذكركم بها، أن الله حطها حتى في أوتان مصر. الله حط حكمته، والحكمة بالمناسبة هو اللوغوس، هو المسيح نفسه. يعني الله حط المسيح داخل أوتان مصر. دي قالها ماهر فايز وموجودة في مقالاته العشر لاهوت المحبة الحر، موجودة PDF لحد الآن ممكن تقرأوها، وأنا لم أقل هذا الكلام قط. نكمل في الشرح. والأخ رشيد أضاف أنه بيقبل أن تكون في أقوال في المسيحية مصدرها بوذا. لم أقل أن الأقوال دي مصدرها بوذا، قلت في ناس بتقول أنه الجولدن رول، القاعدة الذهبية والقانون الذهبي، كل ما تريدون أن يعمل الناس بكم اعملوا هكذا أنتم أيضا بهم، في ناس بيقولوا أنه مأخوذة من بوذا. حتى أتجاوز الاعتراض قلت أنا ليس عندي إشكال في انتقال معلومة من حتة لحتة، خلينا نكمل في الكلام. وقال أيضا أن معرفة الله متسعة وكبيرة، وأن الأمم اللي ليس لهم ناموس هم ناموس لأنفسهم، وده صحيح لكن مش في السياق اللي قاله. ما ممكن تذكر لنا السياق حضرتك؟ وقال أيضا كمان لما الأخ حامد تكلم عن الصوفية كحاجة إيجابية في الإسلام واستعان بأقوال ابن رشد وابن عربي، كانت إجابة رشيد أتفق معك
تماما، ده كلام غير صحيح. أستاذ حامد، أنا رجعت للفيديو، تكلم 17 دقيقة، ذكر أشياء كثيرة، جاء دوري حتى أعلق على 17 دقيقة. مش ممكن أعلق على كل نقطة، لأنه لو أعلق على كل نقطة لازمني أكثر من 17 دقيقة، يمكن ضربها في ثلاثة حتى أعلق على كل نقطة ذكرها، وده معروف في الحوارات. مش ممكن تأخذ أهم النقط وترد عليها. الصوفية لا أتفق معه مع ذلك. مع ذلك ما قلت لم أقل جملتك هذه، أتفق معك تماما. نسمع الفيديو؟ نسمع الفيديو حتى نشوف. حتى المعلقون لا يلتزمون الدقة في النقل. خلينا نشوف ماذا قلت بالضبط. هذا تعليقي بعد نهاية كلام الأستاذ حامد. عظيم جدا. سؤال أخير بس من جزئين للأخ رشيد. أنا شفتك أنك أنت متوافق مع كل اللي قاله حامد تقريبا، يعني عندي بعض الملاحظات بين قوسين بس أرجع لهم لما تخلص سؤالك. طيب. عندي بعض الملاحظات حتى أنا شفتك عن أنت كتير من الأشياء أنا موافق عليها طبعا. لا، فكرة اللي هي فصل الدين عن كتير من الأشياء، لكن مش كل الأشياء. خلينا نكمل. المجتمع وعن التشريعات وعن المحاكم مع تحفظ بسيط أنا متفق معاه. حتى الأشياء اللي أنا متفق معاه فيها عندي تحفظ بسيط عليها. ماشي، يعني لما تحب وتردوا على رشيد ردوا بدقة. أنا أعرف ما أقول. أنا مش أدخل للكلام وبدخل كده، يعني كلام في هكذا. لا، أعرف ما أقول وألتزم بما أقول ومدرك لحجم كلامي. ماشي، نكمل. ولم يعلقب على الكلام نهائي. لم أقول أتفق معك تماما، ومش بالضرورة أعلق على كل كلمة قالها الأستاذ حامد. كمان قال في حواره عن التبشير أنها ساحة لقاء مفتوحة مشتركة، كل واحد فيها يتكلم عن ديانته ويسيب للمستمع حرية الاختيار. وإيه المشكلة في ده؟ معظم الكلام ده هتلاقوه في آخر نص ساعة من الحلقة. طب هو ليه بقى هاجم أخوه زمان؟ أنا ما هاجمتش أخويا زمان. للأسف مش بس المسلمون لا يتقبلون النقد، حتى الكثير من المسيحيين لا يتقبلون نقد الأفكار. حين تنتقد فكرة معينة هاجم أخوه. لا، من حقي أنتقد أي فكرة أراها غير مناسبة، ومن حقكم أن تنتقدوا أفكاري أيضا. خليكم كول. المسألة الأخرى، وليه عنترية الاستقالة من قناة الحياة؟ مع احترامي لحضرتك، أنا حر أستقيل من أي جهة أريد ولأي سبب أريد، ده أولا. ثانيا، دي مش عنتريات. أنا حينما يكون إطار معين لا يتفق مع توجهاتي للحق أن أستقيل منه. توجه المنشد الصوفي ماهر فايز كان يختلف ويتناقض ولا زال مع توجهي من جملة كما قلت وتفصيلة من أوله لآخره. فمش ممكن الصبح أطلع أقول كلام والتاني في تاني نصف النهار يطلع واحد يقول عكس الكلام الذي أقوله. إذا كنا نريد الانسجام مع أدواتنا لا شخص عاقل يقبل هذه المسألة، ولذلك أنا حر. خلينا نكمل. الأستاذة تعطي احتمالات. برأيي في احتمالات كتير. أولها هو الفرض الحسن النية، يعني الافتراض الأول خلينا نكون حسن النية، أنه حصل تطور فكري ولما تحط في نفس موقف أخوه من حوار الأديان مع أديان مختلفة أصدر عبارات متشابهة. حضرتك ما بتعرفنيش وما بتعرفيش حصل تطور ولا لا. أنا لا أعيب تطور الإنسان في أفكاره، لكن في هذه النقطة بالذات لم يحصل تطور من 2017 ل 2021. في هذه النقطة بالذات لا زالت أفكاري هي. هل حصل معرفة أكثر وقرأت كتب أكثر وتعرفت على أفكار أخرى في مجالات أخرى في نقاط أخرى؟ طبعا كل إنسان يكبر في معرفته ويتطور ويتغير وينمو وكل شيء. لكن هل أنا أفكاري اختلفت عن 2017 على الإطلاق بخصوص الصوفية المسيحية؟ خلينا نكمل.
بل هي أكثر جسارة مما فعل أخ ماهر. واضح أنه ترديد نفس العبارات، لأن دي المنطقة المشتركة اللي أي متكلم بيبحث عنها، وكل واحد بيطلع المعتقد المشترك. الفرضية الثانية أن أقواله السابقة عن الأخ ماهر ليست رأي الشخصي أو الديني، لكن أقوال مسيسة لإرضاء جماعة بعينها. وبرضو الفرضية الأخيرة، فرضية التلون واللعب على القضية الرابحة اللي بتشهر. سامحك الله، إما تتفق معنا إما نفترض فيك الافتراض السيء. لا يملي علي أي شخص مواضيعي مهما كان هذا الشخص، أنا حر في مواضيعي، أختار الموضوع الذي أريد بالشكل الذي أريد أتكلم فيه، لا أحد يعد لي، لا أحد يعطيني سكريبت، لا أحد يمكن أن ينسب إليه أنه هو الموجه للبرنامج، على الإطلاق، على الإطلاق، على الإطلاق، خلاص؟ أخيراً بتقول، خلينا نقرأ ختامها، أخيراً أحب أختم كلامي بأن زي ما لفت الأيام، أيوة لفت، وقلت كلام أكثر جسارة من اللي هجمته. أنا ما أعرفش إيه أكثر جسارة دي اللي بيرددوها، ربما كلامك فيه بعض الأخطاء يا ستي، أنا ما قلتش معصوم من الخطأ، فعليك حق تعتذر له وتصلح العداوة. يا سلام، العداوة اللي خلقتها بينه وبين القصص، أنا مالي ومالي القصص، وكنت أنت مفجرها. نعم، للحق أن أنتقد أي فكرة، وأنا مفجرتش أي خصومة، لأن زي ما أنت قلت الله عادل، فخليك في الرحمة وما تدخلش في دائرة العدل. وبعدين طبعا من سيعلق على هذا الكلام؟ المجموعة إياها، في مجموعة كده في فلك يسبحون، هم يعرفون أنفسهم. وطبعا أولهم سيكون من؟ طبعا فخور بك ابنتي الغالية، فخور أكثر بروحانيتك وكل روحانية زرعتها بنعمتك. أنا معرفش فين الروحانية في الافتراضات السيئة، فين الروحانية في الكلام اللي قرأته كله، هو أي كلام وخلاص يعني، مش مشكلة. طيب نعود لما قلت، الآن فرصتي أوضح ما قلت. أول شيء، أنا سأقول ما قلت بالحرف مكتوبا حتى ترونه. خلونا نشوف القاعدة الذهبية. قلت البعض قال إنها مأخوذة من بوذا، البعض، ما عنديش إشكال في انتقال معلومة من حتة لحتة. هل دي خطأ كتابي؟ هل ده يعارض الإيمان المسيحي في شيء؟ البعض يقول، مش كل متفق، في آراء تقول إن القاعدة الذهبية كانت في أديان قبل المسيحية، بل هي قبل البوذية. في ناس قالوا انتقلت من البوذية لليهودية واستخدمها الرابايز اليهود، وبعدين اقتبسها السيد المسيح، لكن أضاف عليها بعد آخر الذي هو البعد الإيجابي، كانت لا تفعلوا بالناس ما لا تريدون أن يفعلوا بكم، كانت نيجاتيف سلبية. لا، جاء المسيح وقال افعلوا، حتى إيجابية، افعلوا، مش بس تكتفي بالامتناع عن أذى الناس، بل أيضا تفعل بالناس، تساعدهم مثلا لو تحب أنت الناس يساعدوك، تفعل الإيجابي، افعلوا بهم كما تريدون أن يفعلوا بكم. قالوا أن السيد المسيح أخذها لبعد آخر. في كل الأحوال أنا ما كنتش هضيع النقاش ده في حوار مع واحد صديق ليا ومن خلفية أو من منظور لا ديني، مش هضيع الحوار في الحتة دي، في الجزئية دي. قلت إنه البعض حتى لا يعترض بها أي شخص، وأكمل النقاش. هل هي فعلا مأخوذة من بوذا؟ محدش يقدر يجزم. ليه؟ لأن حتى الذين قالوا بأنها مأخوذة من بوذا رد عليهم البعض وقالوا بأن الكتابات البوذية المانسكريبتس، ليس لدينا أي كتابات قبل المسيح، بل كتبت بعد المسيح، حتى لو ادعى البوذيون أنها موجودة قبل المسيح. إذن احتمال أنها تسربت من المسيحية للبوذية وليس العكس، هذا واحد من الردود. في حتى في التلمود البابلي موجودة العبارة بالنفي. إذن هل السيد المسيح استخدم عبارة كان يرددها الرابايز المعلمون اليهود وانتقلت إليهم من حضارات أخرى؟ جائز،
هل هي أوريجينال جابها المسيح؟ هذا أيضا جائز. هل لو كان استخدم المسيح مقولة موجودة ليثبت فكرة معينة ولينشرها أكثر، هذا عيب؟ لا. لماذا؟ لأن المسيح يقتبس من ثقافته ويقتبس مما يروج، ما فيش عيب. حتى في لوقا نجد تقولون لي هذا المثل أيها الطبيب اشفي نفسك، يعني اقتبس مثل مستخدم في المجتمع الذي يعيش فيه. ما العيب في ذلك؟ ذلك لا يضير المسيح في أي شيء، لأن استخدام الأمثال والمعروف عند الناس والثقافة المنتشرة. بالإضافة لكل ذلك، لو وجد في قانون حمورابي مثلا، هو تقريبا 2000 قبل الميلاد، لو وجد في قانون حمورابي لا تقتل، واستخدم السيد المسيح لا تقتل مثلا، هل هذا يعني أنه نقلها بالضبط من شريعة حمورابي، ولا أن ده بحسب اللاهوت المسيحي أنه ده قانون معلن من الله قبل وجود الشريعة، موجود في دواخلنا واقتبسته حضارات وثقافات مختلفة واستخدمه المسيح لأنه في الأخير هو مصدره، هو مصدره. أنا لم أقل أن البوذية هي مصدر هذه القاعدة، لم أقل ذلك، هو مصدره. لماذا لا يكون الله هو مصدر القاعدة الذهبية ووضعها في ثقافات مختلفة واستخدمها المسيح بناء على نفس الأساس؟ فين المشكلة؟ ما فيش أي مشكلة في الكلام ده. نمر للحتة اللي هم عايزين يجعلوها تشبه ما يقوله المتصوفون المسيحيون. قلت رغم أن، ولاحظوا الكلمات، المسيحيين، نحن المسيحيون نؤمن بالخلاص من خلال المسيح، حطيت الشرط ده، أولا نحن نؤمن بالخلاص من خلال المسيح قبل أن أقول أي كلمة أخرى، لكن ما فيش فكرة الاحتكار بالشكل الذي يقوله المنتقدون للمسيحية. الذين يعترضون على كلامي لازم يفهموا أنا كنت برد على اعتراضات الملحدين واللادينيين، فكرة احتكار الأديان للحق مش بالطريقة التي يعتقدون. أنا أرد على هذه النقطة، سأشرح ما الذي يعتقده الكثيرون بهذا الخصوص ولماذا ينبغي أن نرد وكيف نرد. ثم قلت فين المشكلة في السطرين الأولين، رغم أن المسيحيين نؤمن بالخلاص لكن ما فيش فكرة الاحتكار بالشكل الذي يقوله المنتقدون المسيحي، فين المشكلة؟ ما فيش أي مشكلة. نمشي للنقطة التي تليها، الدارسون للمسيحية يعرفوا حاجة بنسميها الذين هم بلا ناموس، هم ناموس لأنفسهم، يعني الناس اللي ما سمعوش عن المسيحية وما لهمش علاقة بالمسيحية، الله وضع شريعة امبدد في قلوبهم زي مع الDNA، بيعرف ايه الصح وايه الغلط وربنا هيحكمه بناء عليها. هل ده غلط؟ دي آية موجودة في سفر رومية معروفة في الكتاب المقدس، لم آتي بأي شيء جديد. هل ده كلام صحيح؟ وما هو السياق؟ نعم هذا هو السياق، أن الذي سيحتج على الله ويقول لم تعطني شريعة حتى تحاسبني أصلا، تعطيت شريعتك لليهود والمسيحيين، أنا مالي، أنا عايش في غابات الأمازون. لا عقوبة دون نص، ده قانون معروف، لا عقوبة دون نص. طب فين النص؟ كيف نرد عليهم؟ يعني انتوا احتكرتوا الكتب، احتكرتوا الشريعة موجودة عندكم فقط، ناس تانية الهنود الحمر قبل اكتشاف امريكا وكذا، طب وصلتهم الشريعة ازاي؟ هيحاسبهم الله بأي طريقة؟ ولذلك اجاب الرسول بولس وقال حتى الذين لم تصلهم الشريعة، سواء وصايا المسيح او وصايا العهد القديم، ده السياق، يعني حتى الذين لم تصلهم الشريعة هم ناموس لأنفسهم. لماذا؟ لأن جزء من ضمائرنا والقانون الأخلاقي الموجود فينا يحتم علينا احترام بعض القوانين. محدش يحتاج يعلمك أن القتل خطأ وتعرف أن القتل خطأ، محدش يحتاج يعلمك أن السرقة خطأ وتعرف أن السرقة خطأ، ده نسميه القانون الإلهي، الشريعة الإلهية المغروسة في قلوبنا وضمائرنا. فين الغلط في الموضوع ده؟ إذن كيف؟ هل نحتكر الشريعة؟ لا، الله أعطى شريعته لكل الناس، أعطاها للبعض مكتوبة
لكن أعطاها للذين لم تصلهم المكتوبة موجودة في قلوبهم، ربما أقل بشكل أقل وليس أكثر تفصيلا من الشريعة المكتوبة، لكنها شريعة ويستطيع أن يحاسبهم الله بناء عليها. الذي عمل الصح عمل الصح، والذي عمل غلط عمل غلط، هو كسر وصايا موجودة في داخله. فين المشكلة لاهوتيا؟ ما فيش، أنا مش شايف. اللي عنده اعتراض يعترض على ما قلته، ليس ما قولني إياه. ثم نكمل النقطة الأخيرة، وربما هي التي يعترضون عليها أكثر. حتى لو قلنا الخلاص من خلال المسيح، مرة ثانية أنا أضع دائما هذا الشرط قبل الجملة، حتى لو قلنا، يعني ده مفروغ منه، لكن هذا لا يمنع أن الله طرقه أوسع مش من المسيح بكثير مما نعتقد. عندنا اعتقاد عن طرق الله، لكن طرق الله أوسع مما نعتقد، وأنه من الممكن يتعامل مع الناس معاملات الله أوسع مما نعتقد بناء على أسس أخرى غير التي نعتقد، ويحاكمهم بناء على الناموس الذي وضعه في قلوبهم. يعني أغلب الناس يعتقدون أن البشارة لازم تصل بالطرق التقليدية، يعني تأخذ كتاب تروح عند الناس تكلمهم عن المسيح يؤمنوا بالمسيح يخلصون، هذا الطريق التقليدي. هل ده هو الطريق المتبع عند كل الناس في كل المناطق؟ طبعا لا، لا أحد يقول ذلك، وإلا عندنا أمثلة في الكتاب المقدس وعندنا أمثلة خارج الكتاب المقدس. الرسول بولس هل وصله الإنجيل مكتوبا؟ لم يكن الإنجيل مكتوبا، ومع ذلك وصلته الرسالة وتغير. اللص الذي كان مع المسيح هل وصله الإنجيل مكتوبا بالطريق التقليدي؟ لا. طيب كيف وصله الإنجيل؟ نعرف شذرات لكن لا نعرف كل شيء، كل التفاصيل، كيف توصل إلى ما توصل إليه، وكيف حكم المسيح بأن هذا ما يعرفه، ورد فعله بناء على المعرفة التي كانت عنده أهله أو أعطاه الإيمان الذي استوجب أن يكون معه في الفردوس في نفس اليوم. لا نعلم التفاصيل، لكن نعلم أنه وصلته الرسالة بطريقة ما، سواء من اللي سمعه من قبل أو الذي رآه أثناء الصلب أو أشياء أخرى لا نعلمها. إذن هل الطريق التقليدي هو الوحيد؟ لا، نحن لا نمتلك الخلاص في المفهوم المسيحي. المسيحيون لا يمتلكونه، ما عندهمش الإكسكلوزيفيتي اللي هي يعني توزيع حصري، احتكار توزيع الخلاص. لا، الخلاص ملك لله، يعطيه الله لكل البشر. الله يريد أن جميع الناس يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون، هكذا يقول الكتاب المقدس. كيف نوصل هذا الخلاص للناس؟ في طرق كثيرة، منها الطرق التقليدية والطرق غير تقليدية، وربما طرق لا نعلمها، وهذا ينبغي أن يكون واضحا. طيب لماذا قمت بالرد على الفكرة التي يرددها الكثير من الملحدين والدينيين حتى نفهم لماذا قلت ما قلت؟ الاتهام بأن الحق موجود عندنا فقط من الناحية الفلسفية صحيح، وأنا قلت هذا، قلت بأني لو اعتقدت وأنا أعتقد أن المسيحية حق مطلق، هذا لا إشكال فيه من الناحية الفلسفية. لماذا؟ لأن كل شخص يعتقد أن الحق الذي عنده هو حق مطلق. حتى لو قلت العكس، حتى لو قلت بأني لا أعتقد أن الحق مطلق، فأنت تضع حقا مطلقا في نفس الجملة، وأنا قلت هذا الكلام في الحوار. طب من الناحية الفلسفية ما فيش أي إشكال، فين الإشكال؟ ما معنى الحق المطلق عندنا؟ ما معنى الحصرية؟ كيف يفسرها المنتقدون لنا؟ أن الله ترك الناس تهلك وأعلن نفسه فقط لمجموعة معينة لليهود والمسيحيين، ترك أغلب العالم يهلك وأعلن نفسه فقط لمجموعة، وكأننا شعب الله المختار كده، الله أعلن لنا وخلى الناس ملوش دعوة بالناس التانيين، وده غير صحيح.
الله أعلن نفسه للبشر عبر العصور بالطرق وأنواع مختلفة، ولا زال إلى الآن مش بيعتمد فقط على الطريق التقليدي. إذن لازم نوضح هذا الأمر. تاني شيء، أن كل ما عند الآخرين باطل لا حقائق فيه، ولا أقول الحق، لا حقائق فيه، وده غير صحيح. ليس كل ما لدى الآخرين باطل بكل تفاصيله، لا. إذا وجد شيء جميل، في أشياء جميلة عند الناس، وعند وفي أديان أخرى وفي معتقدات أخرى أشياء جميلة. مثل ماذا؟ مثل مثلا فعل الخير، شيء جميل. مثل مثلا العدل، في ناس كثيرة عندها منظومات فكرية أو دينية فيها منطق أو مفهوم العدل، مفهوم الإحسان للناس، مفهوم إكرام الوالدين، مفاهيم كثيرة. هل ندعي أنه حصريا عندنا فقط ولا توجد في أي فكر آخر أو أي دين آخر؟ لا ندعي ذلك. حتى لو قلنا بأن الحق المطلق موجود في المسيحية، لا ندعي أن غير المسيحية لا حقائق فيه ولا شيء خير فيه على الإطلاق، على الإطلاق لا ندعي ذلك. ولذلك علينا توضيح هذا الأمر. فإذا قلتها لا تفهموا أنه أنا أقول بأن موجود الخلاص من غير المسيح، لا، ده مش قصدي على الإطلاق. خلينا نكمل. هل معنى الحق المطلق عندنا أن كل الذين لا ينتمون للمسيحية كديانة يهلكون؟ الذين لا يذهبون للاجتماعات، لا يحضرون الكنيسة، الذين يوجدون في ظروف صعبة، في أماكن صعبة، ربما لم يعرفوا الكنيسة قط، لم يعرفوا الطقوس كما نعرفها، لم يعرفوا أشياء كثيرة، هل هذا ما تعلمنا المسيحية؟ لا أبدا. طب أنا أعطيكم أمثلة حتى نستوضح. مثلا لو حد في اليمن الآن في الظروف اللي هو فيه ما فيش كنيسة جنبه، صار مؤمن مسيحي في داخله، مش حتى عن طريق الطرق التقليدية، خلينا نفترض رؤية يا سيدي، شاف رؤية وآمن بالمسيح، هل سيخلص أم لا؟ أم يعتمد مثلا على برنامجي أو يسمع واعد؟ ما سمعش واعد يا سيدي، ما شافش الانترنت، ما شافنيش، ما قرأش، ما فيش أي شيء. هل ندعي احتكار الخلاص لنا فقط، وأن الله لا يمكن أن يوصل خلاصه لأناس آخرين في ظروف أخرى، في خلفيات أخرى، في ثقافات أخرى بالطريق الذي يراه؟ لا ندعي ذلك، ومن ادعى ذلك أعتقد سيواجه مشاكل كثيرة حتى في الكتاب المقدس. أيضا معنى الحق المطلق عندنا، هل الله سيحاسب أناس لا ناقة لهم ولا جمل؟ يعني ناس لا كلمهم، لا اداهم شريعة، لا أي شيء، ومع ذلك سيحاسبهم إطلاقا؟ كيف يكون عادلا؟ لأنه في مبدأ أنه لا حساب كما قلت دون نص، ولا حساب دون معرفة. كيف سيحاسب الناس على رفض المسيح مثلا وهم لم يقدم لهم المسيح؟ كيف سيحاسب الناس على مخالفة الشريعة وهو لم يقدم لهم الشريعة؟ فأكيد أن المعرفة تصلهم بطريق معين، ومعرفة ربما ليست بالشكل التفصيلي الذي وصلنا نحن، ربما معرفة بسيطة وصلت إليهم. وسأقول لماذا هذا يختلف عما يقدمه المنشد الصوفي ماهر. حصرية الخلاص أيضا، حصرية الخلاص، أنا أؤمن أن الخلاص يتم من خلال المسيح وحده، لكن هذه ليست هي الإشكال، هذه ليست هي الإشكال. مال فين الإشكال؟ أن الخلاص ليس ملكا حصريا خاصا بالمسيحيين. نحن لا نمتلك التوزيع، لا ما عندناش فرانشايز، نحن الموكل الأساسي لتوزيع الخلاص على الناس. لا، كما قلت الخلاص ملك لله، يعطيه للناس، لكل من يطلب هذا الخلاص ويقبله. الخلاص لا يعلن حصريا عن طريق المسيحيين، وبالتالي لما قلت بأن الله له طرق أوسع بكثير مما نعتقد، أنه لا يعتمد علينا فقط، هناك طرق كثيرة يمكن، وهذا ما أعتقد ما قاله بيل جراهام أيضا، ويحاولون تحويره لإدخاله والزج به في منظومة الصوفية المسيحية. الخلاص لا يعلن حصريا عن طريق الكتابة. في ناس كثيرة تعتقد أنه الخلاص يعلن فقط عن طريق الإنجيل المكتوب،
الإنجيل المكتوب هو وسيلة ميديا، ميديا الكتابة هي واحدة من وسائل التواصل. قبل أن يكتب ألم يكن هناك إنجيل اللي هو الخبر صار يوصله الناس شفويا؟ كان موجود. إذن الإنجيل كحقيقة يختلف عن الإنجيل ككتابة. بمعنى ماذا؟ بمعنى الشكل الذي، الطريقة التي يصل بها إلى الناس. لو عملنا الإنجيل في فيلم مش هو الإنجيل المكتوب، لأنه ده يعتمد على طريقة معينة، شفرة الكلمات، جمع الحروف إلى آخره، وده طريقة أخرى. طب لو واحد شاف فيلم وآمن بالمسيح، إيمانه مقبول ولا لازم يعرفه عن طريق الكتابة؟ لا مش لازم. لو واحد وصل ما في كتب كان مستحيل تدخل البلدان الشيوعية زمان، لو واحد ذهب هناك وروى قصة الإنجيل بفيه والناس آمنوا به، هل يقبل إيمانهم أم لا؟ إذن حصرية الخلاص، الخلاص لا يعلن حصريا عن طريق الكتاب. وممكن في ناس كثيرة يكتبون لي ويقولون عن طريق رؤية، وصلتني إيميلات كثيرة من الجزائر، من الكويت، من السعودية، ناس كثيرة. ماذا أقول لهؤلاء؟ إيمانكم باطل؟ قالوا لي لم نكن نعرف مسيحي، لم نكن نسمع أي شيء، لم نكن أي شيء، وآمنا بالمسيح لأنه أعلن لنا ذاته من خلال الرؤى. ماذا أقول لهؤلاء؟ طب ما دور الكلمة المكتوبة؟ الكلمة المكتوبة مثل المرجع التي نقيس عليها الإعلانات الأخرى أو طرق الإعلانات الأخرى، حتى لا يأتي شخص ويخترع رؤية ويقول قال لي كذا وقال. كل شيء يقاس على المرجعية المكتوبة. لكن هل هناك طرق أوسع بكثير مما نعتقد؟ أكيد، ده مسألة كتابية. هل أنا قلت شيء خارج الكتاب؟ لا. طب المسألة، النقطة الأخيرة، لا نعلم كل الطرق التي يعلن من خلالها هذا الخلاص أو يعلن الله من خلالها، لا نعلم. طبعا لا يمكن أنا أعلم كل الطرق الموجودة، من يدري؟ هل لو صوت داخلي داخل الإنسان يمكنني أطلع عليه؟ أنا أفترض أمثلة، مثلا لو صوت داخلي داخل يمكن أن أطلع عليه في مثلا في أي مكان، خليني أقول واحد في الصومال الآن وصوت داخلي جواه أقنعه بكده، هل أنا الموكل الحصري أحدد من ما يقبل خلاصه؟ فإذا نحن حصرية الخلاص بالمفهوم الشامل العام الذي يمنع الخلاص من وصول آخرين، وصول الآخرين، لا يوجد عندنا في المسيحية. لكن هذا لا يمنع أن الخلاص من خلال المسيح. كيف وكيف سيتعامل الله؟ لأنه هذا هو الله، هذا اختصاص الله مش اختصاصي أنا. كيف لأنه هو يعلم ماذا أعلن لهم، متى، أين، كيف، هو يعلم هذه التفاصيل مش أنا. طب نيجي للآية اللي هي محور النقاش، وأنا أتمنى هذا النقاش يكون مفيد للمسيحيين بالأخص حتى يفهموا فين لب الإشكال. في رومية 2 آية 14 يقول الرسول بولس: لأن الأمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، بالطبيعة naturally كده، فهؤلاء إذ ليس لهم ناموس هم ناموس لأنفسهم. في ناس بيعملوا، في ناس تجدهم أتقياء طيبون، لا يرتكبون، لا يسرقون، لا يكذبون. طب كيف عرفوا ذلك؟ سيبك من حتى من الأديان، في ثقافات بعيدة، يعني خلينا نقول في الأدغال في ناس. هل ننكر هذا؟ لا. طب كيف؟ في ناموس داخل الإنسان، في قانون داخل الإنسان، في معلومات داخل الإنسان. نؤمن كمؤمنين أن الله مصدر هذا القانون. لو قرأنا رومية نفسها سنقرأ لماذا قال الرسول بولس هذا الكلام. قال: شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، اليهودي أولا ثم اليوناني، الذي لا عنده الناموس والذي ليس عنده الناموس، ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، اليهودي أولا ثم اليوناني.
لأن ليس عند الله محاباة. الله ما عندوش محاباة، ده أفضل من ده، ده أعطيه شريعة والتاني أسيبه يهلك، ماليش دعوة به. لا، لم يترك نفسه بلا شاهد. إذا كنا نؤمن أن الله لم يترك نفسه بلا شاهد، فهو يشهد للناس بطرق مختلفة في كل عصر وزمان. طب في آية تانية في رومية 10 آية 14، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. طب كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارث؟ طيب كيف يؤمنون؟ كيف نطالب الناس بالإيمان بمن لم يسمعوا به؟ أكيد إنه لا تحصل مسؤولية إلا من خلال معرفة ما. المسؤولية والمعرفة يمشيان مع بعض. لكن هل هذا يعني أن الحق موجود في أديان أخرى؟ لم أقل هذا، وهذا ما يقول به المتصوفون المسيحيون والذين يدافعون عنه والذين في فلكه. هل قلت هذا؟ لا، لم أقل هذا. هل توجد بعض الحقائق؟ توجد بعض الحقائق كما سأشرح بعد قليل. في أعمال الرسل، الرسول بولس مثلا قال في لسترا في مقاطعة ليكاونية، قال نبشركم أن ترجعوا للناس الذين يتبعون ديانة وثنية، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي. إذن هذه باطلة ولدينا الحق الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الذي في الأجيال الماضية ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم. الله أعطاهم الحرية، كل واحد يعمل ما يريد، مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد. الله لم يتركهم دون معرفة، أعطاهم معرفة، شاهد يشهد له، وهو يفعل خيرا، يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة ويملأ قلوبنا طعاما وسرور. إذن هل يعني حين نقول أن الله لم يترك نفسه بلا شاهد وعنده طرق كثيرة، أننا نقر ما في الأديان الأخرى مجملا؟ لا، نقر بعض الأشياء لكن مجملا كمنظور لا. مثلا لو جاني مسلم وقال بأن المسيح كان يقوم بمعجزات، سأتفق معه على ذلك. ما الإشكال في ذلك؟ نتفق على هذه الجزئية. هل معناه أنا أقبل الإسلام كمنظومة؟ لا. هل الإسلام هو الحق؟ لا. هل توجد فيه بعض الحقائق؟ نعم. فرق بين توجد بعض الحقائق وهو الحق. التانيين يقولون أن الحق موجود في بالألف واللام، الحق موجود في الأديان الأخرى. سأشرح إيه هو الفرق الآن. أصحاب الصوفية ولاهوت المحبة الحر في جانب، وأنا في جانب آخر، وأعتقد حتى لا أتحدث باسم الكثيرين، لكن أعتقد معي السواد الأعظم من المسيحيين في هذا الجانب. هذه أفكار شاذة مرفوضة من المجتمعات المسيحية تقريبا بصفة غالبية العظمى. يقولون الحق موجود في أديان أخرى أيضا، وأنا ومعي الكثيرون يقولون توجد بعض الحقائق وليس الحق بالألف واللام. يقول المنشد الصوفي ومعه من يدور في فلكه، الحكمة توجد حتى في الأوتان، وأنا أقول لا توجد أي حكمة إطلاقا إطلاقا في أي وثن. يقول الإنسان يتبرر من خلال الصوفية، الصوفية في نظره هي الحكمة الإلهية غصبا عنها، يقومون بحركة بهلوانية ليجعلوا الحكمة، الصوفية في اليوناني هي مصدر التصوف والصوفية بالعربي، علما أن هذا غير صحيح، وأن مصطلح الصوفية لم يظهر إلا في القرن الثاني الهجري في الإسلام، وولد إسلاميا وبزغ إسلاميا ثم تبنوه لاحقا، وأن الصوفية مذهب إسلامي وأنها أتت من الصوف ولا علاقة لها بالصوفية اليونانية. لكن رغم ذلك مصرون،
ماشي خليهم، لكن يقولون أن الإنسان، أن الصوفية هي تلك الحكمة العابرة للأديان، غير محصورة في الأديان، أنها عابرة للأديان، متخطية لكل الحواجز والجغرافيا والأديان وحتى اللغة، وأنه أنه الحكمة بنفسه هو المسيح اللوغوس، وأنه موجود في أديان مختلفة. اختلافي مع المتصوفين المسيحيين مش أنه الخلاص من خلال المسيح، هم يقولون الخلاص من خلال المسيح، مشكلة أين يوجد هذا المسيح؟ أنه ليس في المسيحية فقط، ليس كما وصفته المسيحية فقط، بل هو يوجد حتى في الأوثان، وهذه واحدة من الركائز التي أختلف معهم فيها. إذن لو عدنا، الإنسان يتبرر من خلال الصوفية، وأنا أقول الإنسان يتبرر من خلال المسيح، ولا توجد صوفية. تعدد أماكن تواجد الحكمة اللي هو الصوفي اللي هو المسيح، أنا أقول تعدد الطرق الموصلة للمسيح، ولكن هو لا يتواجد في الأوتان وفي الأديان الأخرى. يقولون هناك صوفية مسيحية، أنا أقول لا توجد صوفية مسيحية، هناك روحانية، ويتعمدون الخلط بين الميستيسيزم وبين الصوفية، وتلك ترجمة خاطئة حتما. يقولون، وهذا هو تفسير لاهوت المحبة الحر، أن الله حر يضع محبته أينما شاء، وأنا أقول فعلا، ولكن الله لا يناقض نفسه أبدا. الله حر، لكنه لا يضع حكمته في الأوتان، لأنه هو نفسه رفض الأوتان، فمش ممكن تستخدم حرية الله في مناقضة الله لنفسه، وإلا لماذا قال لا يكن لك آلهة أخرى أمامي؟ إذا كان يضع حكمته فيها، لا تصنع لك تمثالا منحوتا، لا صورة مما في السماء من فوق، وما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض، وإلا لماذا حطم موسى العجل، ولماذا إيليا مع العبادة الوثنية كان ضدها، ولماذا 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 ضد بعل وضد غيره وغيره، لماذا كل هذا الأمر؟ إذن هناك حق وهناك باطل، لا يمكن أن نقول بأن الحق موجود في كل الأديان. هل هذا الكلام من عندي؟ سأذكرهم حتى يستفيدوا أكثر، لأنه يمكن الناس بعد 4 سنين تنسى، وهم البادئون في هذا الأمر، فما تستخدموش مقطع ضدي وتنتظروا أنه رشيد سيسكت، لا، هذا ليس طبيعي بطبيعة الحال. خلينا نقتبس من كتاب لاهوت المحبة الحر، صفحة 22. كل حديث عن التعريف بالله الحقيقي وإظهار لاهوتي للأمم هو من اختصاص اللوغوس تيوسوفيا، الله، حكمة الله، وكل من شملته الحكمة الصوفية بمحبة الله ومعرفته يدعى في الأمم صوفي. إذن كل من أراه المسيح الصوفية، المسيح اللي هو التيوسوفيا، أراه محبته يدعى صوفيا، أي على درب الحكمة المعرف بالله عبر النوع الديني. هي شطحات لا حصر لها، أقتبس منها البعض. إذا هل أنا أتفق أن المسيح هو الصوفية بالمعنى الذي يريدون أن يعطوه؟ لا، هو حكمة الله، نعم، لكن ليس له، ما تستخدمش تشابه مصطلح مع مصطلح إسلامي وتعمل قنطرة للربط بين الاثنين. وأنا قلت بأن السين ليست هي الصاد، فيلوسوفيا فلسفة حب الحكمة ليست هي الصاد التي من الصوف. على العموم ده أمر لغوي يمكن أن نفصل فيه، ويمكن أعمل حلقة مستقبلا عن الصوفية والإشكاليات الموجودة فيها. على العموم نعود إلى كتاب أصحاب، ولا يقول لي شخص سواء الدكتور أوسم وصفي أو الدكتور إيهاب الخراط أو غيرهم من المدافعين، لا تقول لي هذا فكر فلان أو فكر علان، لا، دفاعك عنه يعني تبنيك له.
تدافع عنه مجملا، التفاصيل ملزمة لك أيضا. فكل شخص يدافع عن هذا الفكر، هذه التفاصيل ملزمة له أيضا. يقول بأن شاهد العهد القديم لأيوب مرتين أنه يخلص ببره الشخصي لو جاءت الدينونة. الخلاص بالبر الشخصي وليس بالمسيح، صفحة 13. هل أتفق معه على هذا الكلام؟ لا طبعا. من أين أتى بهذا؟ لأنه يخلط بين الخلاص بمعنى النجاة وبين الخلاص بمفهومه الشامل. يعني لو قلت أنا نلت الخلاص من الأسد أو خلصت من الأسد، لا معناها أنه أنا حصلت على الخلاص الأبدي، أو أنا خلصت من السيف، الله خلصني من حد السيف، ليس معناها أنه أنا نلت الخلاص الأبدي. فهو يخلط كل كلمة خلاص حتى لو جاءت في سياق مختلف، يخلطها بالخلاص الأبدي، ما عندوش أي إشكال في هذا الأمر. وده راجع لعدم التمكن من آليات التفسير الهيرمونيتكس. نموذج آخر، فتهذب موسى بكل حكمة. أخونا أي مكان وجد فيه حكمة يحط صوفيا، نفس الكلمة. أيوة، بكل حكمة المصريين، وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. اسمعوا ماذا يقول: يا أيها الذين يدافعون دون قراءة. ما هي صوفيا المصريين؟ أيوة، ما هي حكمة المصريين التي تهذب بها موسى؟ هل تحدث الكتاب عن صوفيا إلهية؟ لا طبعا، هي مش صوفيا إلهية، أعلنها الله للمصريين القدماء في عهد الفراعنة. هل شهد الله نفسه أنه مصدره؟ لا. أم لها مصدر آخر من قلب وتنية التاسوع المصري؟ يعني باختصار، موسى تعلم لب الوتنية، كل حكمة الوتنية، وأن الله مدح هذه الحكمة الوتنية، مدحها في أعمال الرسل. يعني الله موافق على هذه تعلم موسى. المشكلة أنه لا يعلم، لا يعرف أن كلمة حكمة تطلق على أشياء كثيرة، حتى السحر سمي حكمة قديما. مش كل حكمة هي حكمة بالمفهوم أنها لوغوس، لا. حكمة المصريين من بناء، من هندسة، من علوم، من كذا من كذا، كلها تحت مصطلح الحكمة. هل تعلم الحكمة الوتنية؟ ما فيش أي شيء في الآية يقول هذا الأمر. طب ما تعلم من مين؟ لا، أكيد أن أصوله العبرانية، أن وجوده وتربيته في عائلته العبرانية، أن احتكاكه بالشعب العبراني جعل له الحكمة الإلهية مرت إليه عن طريق الشعب العبراني. وهذا يفسر الأحداث اللاحقة، أنه رفض أن يكون من ضمن المنظومة الفرعونية واختار طريقا آخر. إذن هذا واحد من الاختلافات. فأخونا يريد أن يثبت لنا أن الوتنية مقبولة، أن الحق في الوتنية. هل أنا قلت هذا الكلام؟ الذين يريدون أن يخلطوا الحابل بالنابل، لا طبعا لم أقول هذا الكلام ولن أقوله. طيب، نجي لنقطة أخرى. يقول الرب يهوى لأيوب العربي كذا، أنه أيوب عربي، ودي مسألة أخرى، يريد تعريب كثير من الأشياء غصبا عنها. يعني هي لازم نرجع أيوب عربي. من وضع في التخاء حكمة؟ صوفيا. وتأتي الآية في الترجمة اليسوعية: من وضع الحكمة في أبو منجل. أيوب 38، وهي في الأصل العبري حرفيا من وضع الحكمة في تحوت. نعم، تحوت إله الحكمة عند المصر القديم، ويرمز له بطائر أبو منجل، والتي شاء مترجم فان دايك الحكيم أن يترجم التخاء لأنها قريبة من تحوت، لشيء في نفسه لا نعلمه. كمية المسائل في هذا الادعاء رهيبة. أولا، هو يقول بأنه من وضع في التخاء حكمة، أنه دي في الأصل تحوت تعني أبو منجل اللي هو إله الحكمة عند المصريين. الله وضع الحكمة في إله آلهة المصريين، كذا يقول كذا. طب الترجمات يقول لا، هم تعمدوا تحريف الترجمات. أخونا ما سابش شيء للمسلمين يعني،
وده منشد مرنم مفروض مسيحي. لا، انت تتهم المترجمين بانهم عن عمد لشيء ما في نفسه لا نعلمه، ودي طبيعة الحال إشارة واضحة أن الشخص لا يريد أن يعلم الناس أن الله وضع الحكمة في الوثنية. اتهام بالتحريف، اتهام بأن هناك تلاعب بالترجمة، اتهام بأن الله يضع الحكمة حتى في الأوتان. يعني ورغم ذلك يقول ما يقوله رشيد أكثر جراءة مما يقوله ما لا، ما لهش علاقة خالص. واحد يضرب يمينا وشمالا، يخبط خبط عشواء، لا يلتزم بمعايير التفسير، لا أدري أي مدرسة تخرج منها، لا أدري أي شهادة حصل عليها، لا أدري أي شيء، يتخبط يمينا وشمالا ويقول لك أنها هكذا بناء على أي مزاج، بناء على أي تفسير، مزاجه الخاص. وإذا اعترضت بتصير أنت المشكلة. مشكلتهم أنه مستغربين انه واحد اتى من الاسلام، ودي على فكره مشكله بعض المسيحيين، انه واحد من اتى من الاسلام درس المسيحيه صار يصحح بعض الافكار لبعض المسيحيين، مشكله عندهم، وكانه لازم هم يكون، وده هو فكره الاحتكار، وكانه تفسير الكتاب المقدس لازم يكون حكر على مسيحي المولد، وكانه هي لازم تكون كده. من هذا الذي تجرأ وقال لمرنم مشهور لا؟ لا أقول لك لا، وألف واحد مثلي من العابرين سيقولون لك لا، لأنك أخطأت. يعني أبجديات التفسير أخطأت فيها، وعلى منواله يكمل وعلى منواله مترجم اليسوعية أشاروا فقط للرمز أبو منجل دون ذكر اسم تحوت الذي يملأ الآية بوضوح ودون تأويل وترميز. فلا عجب أن تنشئ ترجمات كهذه تغلق باب معرفة الله على غير المتدين بديانة المترجم الوضعية. المسيحية ديانة وضعية، طيب يا سيدي، وتنفي وصول الحكمة الصوفية للكل بالاستثناء وبوضع قرره الله للإنسان وللدين. طيب قولوا للمسيحيين الذين يدافعون عنه، قولوا للمسيحيين في العالم كله أنه يتهم فان دايك بالتحريف العمد، ومترجمه يتهم مترجم اليسوعية بالتحريف عن عمد، وأن الله وضع حكمته في تحوت. أسألكم جميعا، ما هي، قولوا لنا بالتفصيل، ما هي هذه الحكمة التي وضعها الله في إله وثني في تحوت؟ ما هي؟ نريد أن نعرفها حتى نحصل عليها. وما المانع إذا وضعها في تحوت أن لا يضعها في الكعبة؟ يمكن الله وضع حكمته في الكعبة التي يطوف بها المسلمون، يمكن وضعها في الحجر الأسود ما دام يضعها في أحجار، يمكن وضعها في عرفة، يمكن وضعها في كل المقدسات الموجودة في تماثيل بوذا. ما المانع إذا وضعها في تحوت؟ إذا ما الاختلاف؟ الاختلاف أنهم يقولون أن الحق موجود في أديان كثيرة. هذا واحد من يخلصون من خلال المسيح، لكن المسيح مشتت في كل الأديان. المسيح هذه الحكمة الإلهية موجودة في كل الأديان. وأنا أسأل، ما تميز المسيحية إذن؟ لماذا سأترك الوثنية وأصير مسيحيا ما دامت حكمة الله في تحوت؟ أصير تحوتي أحسن لي. إذا كان الله يضع حكمته في الكعبة، أصير مع المسلم، أبقى مسلما وأعرف الله من خلال حكمته الموجودة في الكعبة. إذا كان الله يضع حكمته في كل أي شيء، ما هو تميز المسيحية إذن؟ لماذا سيضطهد الإنسان ويتحمل الاضطهاد ويتحمل عائلته ويتحمل التشريد؟ لماذا المسيحيون الأوائل رموا للأسود وتقبلوا ذلك؟ لماذا؟ مش لرفضهم العبادات الوثنية التي يقول عنها أنها حكمة الله متجسدة فيها؟ لماذا قدموا أنفسهم للأسود ورضوا بالإحراق أحياء ورضوا بكل ذلك إذا كان يؤمن بهذا؟ المشكلة أنه يهين دماء كل هؤلاء، والذين يحومون حوله يريدون أن يدافعوا من منطق انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لا من منطق أنه يلتزم بالمبادئ اللاهوتية للكتاب المقدس. إما أن تقولوا له نعم، أو أنتم يعني تهاجمون الأخ وتفعلون للأخ، وطلع تصلبونه ومش عارف فيه، وطلع في واحد من الاجتماعات يعني هو المسيح المقام،
فناقص أنه يقولون هللويا قد قام من الأموات، هذا الذي ينقص. اختشوا، أنتم بتضحكوا الناس فيكم، يعني أنا أقولها لكل هؤلاء، أنتم اختشوا، بتضحكوا الناس فيكم، ماذا تركتم؟ صدقوني لو جات على المسيحيين، لو كنا حاطين المسيحيين هم نموذجنا كنا تركنا المسيحية من زمان، وأقولها نيابة عن مجموعة من العابرين أمثالي. إذا كان المرنمون والخدام مثل هؤلاء هم من يفعلون هذا، ماذا تركتم للآخرين؟ طب نكمل في كلامه. الروح القدس معلم الصوفية الأوحد، المسيحية الأول والأوحد. من قال هذا الكلام؟ من الآباء قال هذا الكلام؟ أن الروح القدس هو معلم الصوفية الذين يدافعون عنه ويقولون أني قلت مثله؟ هل أنا قلت أن المسيح صوفي؟ هل أنا قلت أن يوحنا صوفي؟ هل أنا قلت أن كل الذين ذكروا ملكي صادق، أيوب، نبوخذنصر، يثرون، كل هؤلاء يقول بأنهم خلصوا بشيء خارج عن المنظومة التي أعلنها الله، لا ذبائح لا أي شيء، خلصوا ببرهم الذاتي وبل بعبادتهم الوثنية، يقول بأن يترون هكذا يدعي أن يترون كان كاهنا في ديانة ومش الديانة الإلهية، ومع ذلك خلص، يعني ديانة أوتان ومع ذلك خلص. فإذا الخلاص موجود في أديان أخرى بحسب أصحاب الصوفية. ليس هذا فحسب، أنا قلت أقتبس، يعني أنا عدت لبعض الأشياء القديمة، سأكمل لكم بآخر شيء في هذا حتى نطوي هذا الملف. يقول أيضا في كتابي موجود PDF ارجعوا له. هل الإله، يعني بتكلم عن بولس لما قدم لي في أثينا، بولس في أثينا كان بيكلم اليونانيين فخاطبهم وابتدأ بشيء مشترك، اقتبس من واحد من شعرائهم وشاف معبود حاطين عليه الإله المجهول، قال لهم أنا سأحدثكم عن هذا الإله المجهول، ثم أخذها نقطة انطلاق وابتدأ يشرح لهم الحق المسيحي. يقول المنشد الصوفي ماهر فايز، يقول هل الإله الذي قدمه بولس يعني فئتنا لهم هو إله التوراة؟ أمال إيه؟ هل هو من أعلنه المسيح في العهد الجديد؟ يقول لا ونعم، لا ونعم. هكذا نعم فيما يقول من وجهة نظري الباطنية، يعني الرسول بولس كان بيعمل معاريض، جواه يقصد شيء ويقول لهم شيء آخر، يعني ما خلاش لحسين يعقوب أي شيء، هي نفس اللفة لكن في صورة مسيحية. خلينا نكمل. نعم فيما يقول من وجهة نظره الباطنية ولا فيما لا يقوله ظاهرا، هي دي المعارض بالضبط، بالاستناد على دور الروح القدس الذي يعلن عن ذاته معرفا بالله عبر اللفظ القاصر والكرازة الناقصة، إذ أن المحبة تبحث عن فرصة واحدة صغيرة كانت أو قليلة لتخترق القلب. ثم يقول كيف يمتدح بولس الرسول عبادتهم قائلا بتقواهم وتدينهم بدلا من أن يقول الحق أنهم وثنيون. خليني أعلم عليه مرة ثانية، بدلا من أن يقول الحق أنهم وثنيون، يعني الرسول بولس لم يقل الحق لسكان أثينا أنهم وثنيون. وما العمل إيه؟ كان بيجاملهم، كان بيقول لهم شيء هو يقصد شيء جواه. ده التفسير اللي لازم نقبله ونسقف له ونقول برافو، عشان المرنم مشهور وما يزعلش وما يقولوش إنه هجمه. لا يا حبيبي، ممكن تزعلوا، أنتم كلكم ممكن تزعلوا. بولس الرسول لم يجامل وقال الحق. إيه دليلي؟ أخونا لا يدري أنه اقتبس الآيات اللي اقتبس منها هي 10 آيات. هل تعتقد أنه بولس تكلم في أثينا نص دقيقة؟ أنا 10 آيات دي ممكن أقراها في نص دقيقة، دقيقة بالكثير. يعتقد أن الرسول بولس طلع وعمل خطاب فيها 10 آيات بس، فيه دقيقة؟ هو لا، وكأنه يتناسى، يعني بيستخدموا حجة يعرفها من درس ألف باء التفسير.
بيسموها الـ argument from silence، يعني حجة السكوت، يعني ما دامت غير مذكورة في النص يبقى الرسول بولس ما قالهاش. حجة السكوت ليست دليلا على عدم قول الشيء. مثلا اللي كتب لنا أعمال الرسل ما ذكرش التفاصيل دي، مش معناه أنه ما ذكرش تفاصيل كتيرة، هو اختار رؤوس أقلام ليوصلها إلينا، ملخص الحوار أو ملخص الخطاب. لكن هل ذكر أكتر من ذلك؟ ذكر أكتر من ذلك. حتى يوحنا بيقول له فيه كتير أشياء كتير عملها يسوع، لو ذكرت مش هيكفي. أما هذه فقد كتبت لكي تؤمنوا أن يسوع المسيح ابن الله. يعني أنا عملت مختار selective، أنا I selected، اخترت بعض الأشياء أكتبها لكم، لكن هل ذكرت كل شيء؟ لا طبعا. هل الأعمال الرسل ذكر لنا كل شيء في خطاب بولس؟ لا طبعا. طب من وين جبت أنه لم يعرفهم تعريف كامل؟ وكيف أنه وصلوا بعض الناس أمنوا؟ يعني كيف؟ يعني هكذا كان بيمدح؟ لا، ما كانش بيمدح أوتانهم، ما كانش موافق عليها، بل كان يمدح إخلاصهم في العبادة. وفرق بين هذا وذاك. لو ذهبت أنا إلى أمي وقلت أنت إنسانة طيبة، أنت مخلصة في عبادتك، أنت إنسانة تحب الله، وهكذا نفعل مع الكثير من المسلمين، نمدح إخلاصهم، نمدح غيرتهم، نمدح محبتهم لله، لكن لا يعني أننا نوافق على معبوداتهم، نوافق على طقوسهم، نوافق على ما يوجد في أو حتى آلهتهم إن شئت. لا، هذه نقرة وتلك أخرى. لهم غيرة كما قال الرسول بولس عن أهله اليهود، لهم غيرة لكن ليس حسب المعرفة. يمدح غيرتهم، يمدح تقواهم، يمدح حبهم للإله المجهول، لكن هذا ليس هو ما سيخلصهم. لازم يعرفوا الله معرفة حقيقية، وهذا ما فعله الرسول بولس وعرفهم إياه، وكانت النتيجة أن البعض آمنوا. يجي أخونا يقول لك كيف يمتدح الرسول بولس عبادتهم؟ لا، هو يقول بدلا من أن يقول الحق أنهم وثنيون كذا، يعني الرسول بولس كذا صار بيكذب عين عينك وبيستخدم المعاريض. طب الآن أسألكم، أين التشابه بين ما قلته وبين ما يدعيه أصحاب الصوفية المسيحية؟ نعم، الله لديه ناموس في قلب كل إنسان حتى لو لم يعطه الشريعة، وهذا أمر لا أقول به أنا فقط، بل يقول به كل اللاهوتيين الذين أعرفهم، بل هو آية كتابية والذين قرأت لهم. هل هناك طريق آخر للخلاص؟ لم يعلن لنا الله طريقا آخر للخلاص غير المسيح. كيف سيوصل الله هذا الخلاص للناس؟ لله طرق كثيرة، منها ما نعرفه ومنها لا نعرفه. نقطة ونعود للسطر. من يريد أن يشوش على الناس ويجعل هذه مثل تلك، هو يحب أن يصطاد في الماء العكر. لا أوافق على التصوف المسيحي، ولا توجد صوفية مسيحية، وقلتها في 2017 وأقولها اليوم وسأقولها غدا. أشكركم وإلى اللقاء.